السلام عليكم اخواتي. هذا الفيديو راح تشوفوه بعنوان الاخوه الحقيقيه والمعاناه الاخوه اللي بتعانيها اكثر شيء. بدي منكم تتابعوا الفيديو للاخر حتى تعرفوا القصه بالكامل. قبل ما تكملوا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناه وتحطوا لايك وتفعلوا زر الجرس. شوفوا الفيديو للاخر واعطوني رايكم. يلا إذا كان أبوك عم نادينا شباك. أنا عندي سهرة غاية المراية مع رفاتي. أسهر مع رفاتي وين؟ راي أسهر مع رفاتي. عندي اليوم سهرة رايح بول. بدك شي أنا راي. يلا سلامة. تعال هون. ما بتفهم أنت يعني؟ بس. شو رأيت سهرة؟ عم تصرف بصراتك هيك عم تكبر؟ بدك أمشي على كيفك يعني أبرغ معك بالبيت يعني؟ خلص روح بدك تروح تروح. لك يا ابن الحلال مصراتك عم تبهور فيهم عم تروحهم. انا بعرف مين سايب المصرات. خلص روح انت قول يا رب روح. لك يا اخي فهمني كلمتين، خليني انصحك نصيحه قبل ما تروح. هالشله اللي رايح معها انت عم صرفوا لك مصراتك هيك عم تبهور فيهم عليهم كله على الفاضي. خليك بحالك. عجبك هيك عم تروح تفلت بالشوارع؟ عجبني. قول يا رب روح يلا سلام. تعال روح على البيت. ايه شباب؟ ايش بدك تشربوا؟ على كيفك. اشو شاي قهوة؟ معلم تنتين شاي، ثلاثة شاي خليهم، تمام؟ ماشي. تفرج يا زلمة على المباراة يفتح أمه يا زلمة. يخرب بيته. لك إيه؟ يفتح أمك يا زلمة. هيو اليوم هلا مخلص، خلص المباراة بنطلع بنروح على الديسكو. بنروح على المرقص بنكيف. يا زلمة ما بيعرف يدخل جول يا زلمة، ما بيعرف يحط جول. وكانت ورايا سيت كل ربع اشتغل. خلاص روح مالي فاضي بينك مع الشباب. روح من هون شوي شباب جايين. مالي شاي مالي شوي جايين. يا حرام سواي شباب جايكم خير. ايش في ايش عم تسوي هون؟ ايش ايش عم اسوي؟ جاي انا وين يعني؟ وين جاي؟ على الكافيه. جاي ارتاح نفسيا يعني. انت ايش لك عندي؟ لك انت ما بكفي صرف، ما بكفي صرف، ما تشبع صرف. لا يكون مصراتك انا اخده من جيبك وبصرفه عليك على حالي. انا من عندي عم بصرف على حالي. من عندي اب عم بصرف لحالي. انت ايش لك؟ على طب ليه ما عم تشتغل؟ شغلتك هاي؟ أنا عايش عليك؟ مبسوط هيك رفقاتك عم تضحك عليك؟ مبسوط. إيه مبسوط. لا ما حدا بضحك علي، لا تخاف، أنا عزبون على حسابي. يا زلمة شدك بايخ يا زلمة. هاتت انسان بدون اتفرج على بايخاتك. خلينا نلعب بلاي ستيشن. ما قصدي بايخات انا. طب مو شايفني عم اتفرج على الاخبار؟ بلا ما تتفرج بلا شروط تفرج على جهازك. لك شو بدك من زوين انت؟ هلا وقت الالعاب؟ وقته لك مو وقته؟ بتعرفوا شو قررنا انا وامكم يا اولادي؟ خير يا بشو؟
قررنا انه نزوجكم. زوجنا؟ ايه. انت ويا سوا. فكرة حلوة يعني، بس انه استغربت شوي. انا موافق. انا موافق يعني، انا خلص. ما يلا بدي احط الجواز، انا من ايدك حي لايدك حي. انا مستعجل مستعجل اكثر. ايه مستعجل. نتزوج يا ابي، ما في مشكلة، الله عادي يعني. خلص يا ابي موافق. تصير بركة على عائلتك يعني. خلاص نزوجكم سوا. انت فصل واحنا نلبس يعني. ماشي. الو الو، كيفك ام محمد؟ اهلين ابو محمد، صار لي فتره بعيد عنكم، طمنوني عنكم، طمنيني عن صحتك. الحمد لله الحمد لله طمنتيني. بس اسالك، كيف الاولاد بعد الزواج؟ كيف صاروا؟ والله يا ابو محمد ما استفدنا شيء. تيتي تيتي، مثل ما رحتي مثل ما جيتي يا ابو محمد. ماشي ماشي محمد، دير بالك على صحتك وعلى حالك، انا يومين ان شاء الله بكون عندك. ماشي ماشي ابو محمد، يلا سلام، الله يطول عمرك يا رب. ناطرينك. في شغلة ضرورية بدي احكي معكم فيها، وانا راح ادلل اخوك احمد وقال له كمان. يلا. الو. مرحبا احمد، لك تعال تعال عندي، ضروري بدي احكي معك موضوع. انت قلت له لاخوك محمد هلا هو شوي وبكون عندي، لا تتاخر مثل عوايدك، بعرفك عونطجي. تعال تعال، في شغلة ضرورية ضرورية بدي احكي معك. يلا لا تأخر. سلام. خير يا ابي، ناديتنا خير، شوف ان شاء الله خير. طب البوم روح. شو صار يا ابي؟ والله انا كنت لازم اجي لعندكم وازوركم واهنيكم بزواجكم. لا ابي ارتاح. بس مثل ما شايف والله مرضان. لا لا يا ابي ارتاح، عادي عادي ما في مشكله يا ابي، صحتك بالدنيا كلها يا ابي. خير شو صاير معك؟ تسلم يا حمد. صحة صحة يا ابي، ارتاح ارتاح. شو عم تصير معك يا ابي؟ يا محمد انا جمعتكم هون. ايه يا ابي قول. بدي اوصيك بشغله، بدي اوصيك باخوك احمد، دير بالك عليه. ما في داعي، وتكون في داعي. اب وتكون اب تاني لاله. يا ابي خلص تريح حالك، ما في داعي لهذا الشيء تحكي. بعيوني يا ابي بعيوني، لا تهتم يا ابي. بس اهم شيء بدي ارتاح. وتكون سند لاله. كم شيء ريح حالك يا ابي يا ابي. خلص يا ابي، عيد شغلك يا ابي. واشهد ان محمد رسول الله يا ابي. لا يا ابي، بابا يا ابي يا ابي. لا يا ابي، لا يا ابي، لا. فمن زحزح عن النار